اتجوزت عشان اكون اسره. سنه الحياه الزواج ده فيه استقرار، وان يبقى ليا برضك اولاد، اجيب طفل وافرح بيه واربيه واشوفه حاجه صرت بيعمل زواج وجزيات، ويعني مو قصه حب ولا شيء، لكن سبحان الله نصيب. مرتبط بس عادي، يعني مرتبط زي مش مرتبط، يعني عادي. ممكن اعمل لهم حاجه حلوه. هو بيقول لي احنا مش محتاجين فالنتاين عشان اقول لك بحبك، عشان انا انت حبك بيزيد عندي كل يوم. يوم عادي خالص زي اي يوم، يعني مفيش تغيير. يعني الفالنتاين اللي فات كنت قاعده في البيت ما عملتش حاجه. جبت لها هديه طبعا، برفان، وقلت لها كل سنه طيبه. لا انا عمري ما احتفلت بالفالنتاين ده، ما انا سني ووقتي كان غير دلوقتي. برضه ما بحبش انا شغل الهدايات والكلام ده ولا الخروجات وكده، مش حوار بخل يعني، اعصب على واحده ما اعرفهاش في الاخر يعني. جبت له بتاع ده ميزان، وهو جاب لي ميزان عشان هو يخس وانا نخس. فالنتاين الماضي صراحة كنا بالبيت، صح؟ احنا كل يوم فالنتاين. ثلاث سنين تقريبا. هو اتقال لي كلمة بحبك دي وانا كانت تحت في الحوش من جاري. في الاخر اتجوز بنت خالته. اخر مرة اتقال لي فيها بحبك من حوالي 20 سنة تقريبا. اخر مرة اتقال لي فيها النهاردة الصبحية قبل ما اخرج، لان النهاردة عيد ميلادي. اخر مرة قال لي بحبك كان كل يوم. انت كده توقعنا في مشاكل، هتوقعنا في مشاكل. الراجل جنبك فاهم الكلام، انا لو سالته هو هيقول لك انا بقالي 15 سنه ما قلتهاش. زي زكاتي تقالي لا شك من لا لا انا على التعاملات فعادي. برغي معاه كتير. لما يخوني ولما ما يكلمنيش بالليل بس كده، انا على طول بتخنق. انا جاي من الشغل متضايق، حد منرفزني من بره، خسران ماتش كوره. والله هن دايما بيقولوا النسوان هي اللي بتنكد، بس الحقيقه الرجال هن النكديين الامانه صراحه، يعني لاقول لك الحقيقه من الاخر. اقول له كل سنه وانت طيب، ويا رب يا رب يخليك ليا ويجعل يومي قبل يوم. البيت كله حب، لما تزرع حب. الحب مش بالكلام برضه، يعني هي ممكن ما تقولش بحبك بس بالفعل بتاعها تقول لي بحبك. بحبك كتير. انا بحبك.